إذا أصاب المرأة دم الحيض ثم طهرت وبعد يوم أو يومين عاد الدم أياما ثم طهرت وهي محتارة ماذا عليها؟ إذا كان الذي عاد نسبة الدم العادي الحيض فإنه يكون حيضا، والنساء يعرفن ذلك. وأما إذا عاد على وجه آخر كصفرة وكدرة وما أشبه ذلك فإنه ليس بحيض. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، أخرجه البخاري وفي رواية لأبي داود بعد الطهر شيئا. ما حكم الكدرة بعد انتهاء الحيض بعشرة أيام؟ هل يعتبر ذلك حيض؟ لا. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. والحيض هو الدم المعروف الذي وصفه الله تعالى بأنه أذى، وما عداه فليس بحيض، كالصفرة والكدرة والدم المستمر الأحمر الذي هو دم عرق. والحيض له علامات، منها أن أكثر النساء تحس بالحيض قبل خروجه بما يحصل لها من المغص والألم في الظهر وما أشبه ذلك. والحيض له رائحة خاصة لا يشاركه فيها غيره من الدماء، والحيض ثخين غليظ. والحيض قال بعض المعاصرين من الأطباء إنه لا يتجمد بخلاف الدم العادي، الدم العادي يجمد، وأما دم الحيض فلا يتجمد. نعم. قل: إذا طهرت المرأة بعد صلاة الظهر هل تصلي الصبح والظهر؟ لا تصلي إلا الظهر فقط، لأنها لم تطهر إلا بعد زوال الشمس. وكذلك لو طهرت بعد العصر فلا تصلي إلا العصر، لأنها وقت الظهر كانت حائضا لا تجب عليها صلاة الظهر. إذا كانت المرأة طبيعة حيضها 5 أيام وزادت هذه المدة إلى 10 أيام عند استخدامها لإحدى وسائل منع الحمل، فهل ما زاد على 5 أيام يعتبر من الحيض أم لا؟ وهل لها أن تصلي رغم نزول الدم بعد اليوم الخامس؟ أفيدونا بذلك. أولا نقول إن استعمال هذه الحبوب لمنع الحيض أو منع الحمل أمر غير مرغوب فيه. طيب. وهو من الناحية الطبية مضر. وإذا كان كذلك فإن ننصح أخواتنا بعدم استعماله، أي استعمال هذه الحبوب. ومن مساوئ هذه الحبوب أنها توجب اضطراب العادة على المرأة، فتوقعها في الشك والحيرة، وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها أهو حيض أم لا. وعلى هذا فنقول إنه إذا كان من عادتها أن تحيض 5 أيام واستعملت الحبوب التي لمنع الحمل ثم زادت عادتها فإن هذه الزيادة تبع الأصل، بمعنى أنه يحكم بأنها حيض ما لم تتجاوز 15 يوما. فإن تجاوزت 15 يوما صارت استحاضة، وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي 5 أيام. إذا وصلت المرأة سن اليأس تبدأ تأتيها الدورة على فترات متباعدة بعد 3 أشهر أو أكثر، تأتيها لمدة 6 أيام، فهل تعتبر دورة وهل تقضي الصلاة إذا طهرت؟ النساء يختلف، فبعضهن تيأس لسن مبكرة وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد 60 أو 70.
فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت. لأن الله تبارك وتعالى قال واللائي يئسن من المحيض، ولم يحدد عمرا معينا، واليأس يختلف باختلاف النساء. والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم. نعم. إذا وصلت المرأة سن اليأس تبدأ تأتيها الدورة على فترات متباعدة، بعد 3 أشهر أو أكثر تأتيها لمدة سنة 6 أيام، فهل تعتبر دورة وهل تقضي الصلاة إذا طهرت؟ النساء يختلف، فبعضهن تيأس لسن مبكرة، وبعضهن تتأخر الحيضة إلى ما بعد 60 أو 70. فمتى رأت المرأة الحيض فهي حائض على أي حال كانت. لأن الله تبارك وتعالى قال واللائي يئسن من المحيض، ولم يحدد عمرا معينا، واليأس يختلف باختلاف النساء. والخلاصة أن دم الحيض كما وصفه الله تعالى أذى، فمتى وجد هذا الدم وجب عليها أن تقوم بما يلزم. نعم. هذه السائلة تقول امرأة قامت بعد الشمس ووجدت نفسها حائض، هل تلزمها صلاة الفجر إذا طهرت؟ ينظر هل يغلب على ظنها أن الحيض أتى عليها قبل الفجر، أو يغلب على ظنها أن الحيض حصل لها بعد دخول وقت الفجر. وإذا صلت احتياطا فلا حرج، يعني إذا صلت بعد طهرها الفجر احتياطا فلا حرج. حفظكم الله. تقول إذا كانت المرأة تحيض لمدة 7 أيام وهذه عادتها دائما، ومرة زاد الدم أكثر من 7 أيام واستمر معها أكثر من ذلك، فهل تصلي أم لا، مع العلم بأنها دائما تحيض في 7 أيام فقط؟ أرجو الإفادة. إذا زاد دم الحيض عن العادة فإن القول الراجح أنها تبقى ما دام الدم على حاله حتى تطهر، وإن زاد على العادة فإذا كانت عادتها 7 أيام واستمر الدم إلى 10 فإن ذلك كله حيض، كما أنه لو نقصت أيام دمها عن عادتها فإنها تغتسل وتصلي. فإذا كانت عادتها 10 أيام مثلا ثم طهرت لسبعة أيام فإن الواجب عليها أن تغتسل وتصلي. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى وجد دم الحيض ثبت. تقول إذا كانت المرأة تحيض لمدة 7 أيام وهذه عادتها دائما، ومرة زاد الدم أكثر من 7 أيام واستمر معها أكثر من ذلك، فهل تقول بعد مرور مدة 3 أو 4 أيام من الدورة الشهرية؟ بعد مرور 3 أو 4 أيام من دورتها الشهرية تنقطع ويستمر انقطاعها مدة يوم أو يومين ثم تعود لها في اليوم السادس تقريبا. السؤال تقول هل فترة الانقطاع هذه يجب عليها أن تصوم وتصلي؟ يقول بعض العلماء رحمهم الله إن الانقطاع ولو يوما واحدا يعتبر طهرا، فعليها أن تعتصم وتصلي وتصوم إن كان ذلك في رمضان، ولو عاد الحيض بعد يوم أو يومين. وبعض العلماء يقول إن هذا ليس طهرا في الحقيقة، وإنما هو جفاف فلا تعتبر طاهرا حتى ينقطع الحيض بالكلية، وهذا والله أعلم أقرب إلى الصواب، لأنه جرت العادة أن المرأة في أثناء حيضها ترى الجفاف
ودبوسه ولا يعتبر هذا طهرا. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة تقول: فضيلة الشيخ، دائما تواجهني مشكلة الطهر من الحيض، وذلك بسبب انقطاع الدم في اليوم الخامس ثم يخرج لونا بنيا في اليوم السادس، وحدث هذا في أول أيام رمضان وثانيها وثالثها، أي بمعنى أنه انقطع الدم في آخر يوم شعبان أي يوم الخامس من الحيض، فاغتسلت في هذا اليوم وصليت وصمت، ولما سألت عن ذلك قيل لي: عليك بإعادة صيام هذه الأيام الثلاثة، وعليك بقضاء تلك الأيام أي يوم السادس والسابع والثامن. والآن السؤال هو: كيف أعرف الطهر علما بأن هذا الشيء البني لا يخرج إلا مرة أو مرتين في اليوم السادس والسابع والثامن؟ وهل غسلي ذلك يبطل الصلاة والصيام لأني لم أغتسل بعد الثلاثة الأيام الأخيرة لعدم علمي بذلك؟ جزاكم الله خيرا. نعم. إذا طهرت المرأة من الحيض الجاري الغزير الذي سيعرف أنه حيض، فما بعده لا يعتبر شيئا، يعني الصفرة والكدرة والنقطة والنقطتين ليست بشيء. وبناء على ذلك نرى أن صومها صحيح، وأن صلاتها صحيحة، وأن غسلها الأول الذي كان بعد خمسة أيام قد رفع عنها حدث الحيض. نعم. إذا كانت المرأة تحيض ثمانية أيام فتغتسل في اليوم الثامن، ومن ثم تنزل عليها قطرات خفيفة دم في ذلك اليوم، هل لها أن تغتسل مع العلم أنها قد تغتسل مرتين وأحيانا تترك الغسل، فهل تأثم وماذا تفعل؟ أرشدونا مأجورين. إذا كانت تعرف أن الدم لم ينقطع انقطاعا تاما فلتنتظر حتى ينقطع انقطاعا تاما ثم تغتسل. وأما إذا عرفت أنه انقطع انقطاعا تاما فإنها تغتسل من حين انقطاعه، ثم إن حصل بعد ذلك نقطة أو نقطتان فإن ذلك لا يضر.